استفزازيه مش لجمهور النادي الاهلي، قد يعتقد جمهور الزمالك ان هي استفزازيه ليه، ولكن دورنا في الفقره دي ان احنا نوضح لكم ان هي كانت واقعيه جدا. نخرج للفيديو اللي اتكلم فيه كابتن وليد صلاح عبد اللطيف ونرجع نعقب. عايز اتكلم معاك عن الزمالك. الزمالك امبارح كسب ماتش اكيد مهم، اكيد على المشوار الطبيعي المحلي، لكن هو مهم كمان لافريقيا وكمان على طريقه الفوز قدام طنطا. شفت ازاي اللقاء؟ بص، في البدايه لما شفت التشكيل طبيعي جدا التشكيل بيتكلم، يعني انت ما تشوف التشكيل نفسه بيتكلم، يقول ان الجهاز الفني الدوري مش في دماغه، او مش مركز قوي في الدوري، بدليل ان انت مريح لعيبه كتير جدا ولعيبه مهمه واساسيه. ده الانطباع اللي جالي، اللي انا حسيته في الاول. انا مش مع الجهاز الفني. انت يعني مباراه زي دي انت كان ممكن تخسر او تتعادل، يبقى انت بتبعد. انت بتبعد قوي، انت لسه بتبعد. مش انت اصلا بعدت؟ لا بص، انت ممكن تبقى بعدت عن المركز الاول، لكن ما يعني مش هينفع ان انت تبقى ثالث ولا رابع ولا خامس. يعني ما يصحش. تمام، بعدت عن المركز الاول، احنا بنتكلم بعد لعب 10 جولات من الدوري. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف في لحظه من اكثر لحظات الواقعيه والصدق مع النفس، هو قيم كارتيروم فعلا ورؤيته الحقيقيه ان هم بعدوا. جمهور الزمالك فقط اللي اعتقد انه مش على نفس الدرجه حاليا من الواقعيه، ولكن لو رجعنا بالذاكره لموسم 95 96 ونادي الزمالك بيضم فطاحل، كابتن اشرف قاسم، قاسي سعيد، اسامه نبيه، حازم امام، محمد صبري، خالد الغندور، كان وقتها وكابتن اسماعيل يوسف، فريق الزمالك وفريق الاحلام. بالظبط، فريق الاحلام. فريق الاحلام ده اللي لحد الجوله العشرين من 30 جوله في موسم 96 كان فارق عن النادي الاهلي يا احمد بست نقاط، ولكن تخيل ان في العشر جولات الاخيره بينتهي الدوري بفارق 4 نقاط للنادي الاهلي، 70 نقطه للنادي الاهلي، 66 نقطه لنادي الزمالك. يعني النادي الاهلي في العشر جولات الاخيره فقط عوض فارق الست نقاط وتفوق ب4 نقاط، وكان في المباراه اللي قبل الاخيره في الجوله 29 انسحاب الزمالك الاعتيادي نتيجه الصدمه وعدم التصديق واللي اتكلم عنه كابتن نبيل محمود وقال حبينا نضرب كرسي في الكلوب، ودرس تاني في الواقعيه، وكان نادي الزمالك هنا لم ياخذ بالعبره. موسم 96 97 نادي الزمالك بينهي الدور الاول ال 15 جوله الاولى بفارق 9 نقاط كامله عن النادي الاهلي، ويعتقد جمهور النادي الزمالك ان آن الاوان للاحتفال بالدوري، ولكن في ال 15 جوله الاخرى النادي الاهلي بينهي الدوري بفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك، مفارقه غريبه جدا. يعني في الدور الثاني فقط نادي الاهلي عوض 18 نقطة، بمعنى 9 نقاط من الدور الأول و9 نقاط الدور الثاني. لو حسبنا كان 13 الدور الأول، كان 13 الدور الأول، 15 جولة لعبها الدور الثاني نادي الزمالك ونادي الأهلي، 12 فوز للزمالك، 12 فوز الأهلي، 3 تعادل، 15 مباراة الزمالك، 6 فوز 3 تعادل 6 هزيمة. تخيل ان نادي الزمالك الدوري اللي كان يعتقد جمهوره ان هو في دولاب نادي الزمالك فوجئ ان هو في الجزيرة. كمان القدر ما اكتفاش انه يكون رحيم بنادي الزمالك، في الجولة 27 النادي الاهلي بيفوز بثلاثية كابتن هادي خشبة هدفين وكابتن حسام حسن. مش دي نهاية المصائب التي لا تأتي فرادة؟ في الجولة الاخيرة نادي الزمالك بيختم الدوري بصورة صعبة جدا بالخسارة من المنصورة برباعية، عشان يكون درس كابتن وليد صلاح عبد اللطيف اتعلمه كويس، وكتير جدا من الزملكاوية عارفينه تاريخيا ولكن لا يفصحوا عنه، ولكن لا تأمن مكر النادي الأهلي. لا، والحقيقة كمان أنا عجبني سؤال الزميل هاني عطحوت لما بيقول له ما الدوري بعد خلاص، فقال له فعلا بعد، بس احنا حبينا نتناول التصريح ده، ويمكن هنجيب كمان تصريح لاحد رموز نادي الزمالك، لان محتاجين ناكد على فكره
ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي حتى لو حصلت معاها مره واحده وخسرنا دوري كنا متصدرين وفي وقت من الاوقات، لا جماهير النادي الاهلي عندها ثقه دايما انها لما يكون فارق حتى لو في المركز ال 18 بتقول احنا ابطال الدوري. تعالوا نشوف تصريح اخر بيتكلم على النادي الاهلي في الموسم الحالي ونرجع نقول وجهه نظرنا في تصريح الكابتن عبد الواحد السيد. فلا الاربعه الاولى كريم، لا اعتقد ان في طبعا يمكن الاهلي هو الفارق بشكل كويس. بدايه بالنسبه له بدايه تاريخيه، 10 مباريات في 10 مباريات. كمان النقطه اللي انا يعني بالنسبه لي انا شايف ان هي مهمه جدا، ما دخلش فيها هدفين يعني في 10 مباريات هدفين، ده معناه انك انت فعلا يعني المنظومه الدفاعيه شبه متكامله يعني دفاعيه وهجوميه. انت يعني كمان حاجه ممكن الفرقه ما بتعرفش توصل لك، ما خلي بالك ممكن كمان انت الفرقه ما بتعرفش توصل لك يعني. جميل، ده طبعا استكمالا لتصريحات الكابتن عبد الواحد السيد اللي بدا يظهر كتير في الاعلام الفتره الاخيره، وبنبارك له طبعا على البرنامج الجديد. لكن هي الفكره كلها تصريحاته بقت واقعيه الفتره الاخيره، وبيتكلم عن قوه النادي الاهلي وان الفرق مش قادره توصل له، وان ممكن المربع الذهبي تتغير فيه بعض المراكز وبعض الانديه تدخل، ولكن النادي الاهلي في المركز الاول. وده لما نضيفه لكلام الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف ان النادي الاهلي في الاول، وان الزمالك مطالب ان هو يبذل مجهود عشان ما يبقاش ثالث او رابع. ده كلام بنوثقه ليه؟ مش بس عشان نقول ان احنا لما بنكون في المركز الاخير بيبقى طموحنا للدوري، ده شيء يخصنا، لكن الاهم ما ينفعش نيجي بقى في موسم زي ده ونقول بعد كده ومع اي خطا تحكيمي اصل النادي الاهلي كسب الدوري ده بالخطا التحكيمي ده، او تم مساعده من قبل اتحاد الكره، او خطا تحكيمي يحصل ضد نادي الزمالك فنبدا نعلقه هو الشماعه وهو اللي هيكون اللقطه المضيئه في الموسم، ونقول ان الزمالك بيخسر الدوري بسبب الاخطاء التحكيميه دي. اعتقد دي تصريحات واضحه جدا بتدل على مدى اقتناع المنافس بتفوق النادي الاهلي فنيا غير رقميا، وان الدوري بقى بعيد عن المنافس. لكن احنا زي ما قلت قبل كده، فكره ان انت تنافس نفسك ده اصعب بكتير جدا من انك تنافس منافس، فمش عايزين نرتكن للتصريحات دي ونشد ونفضل مستمرين على نهجنا لغايه لما نحسم البطوله رقميا، لان لا النادي الاهلي ولا لاعبيه ولا جماهيره بيقتنعوا غير بالحساب الرقمي، اللي هي الفكره ان الفرق بينك وبين التاني تخطى عدد المباريات. دي كانت نقطه برضو تانيه حبينا نقفلها، وننتقل لنقطه اخرى طبعا بيتناولوها دايما جماهير نادي الزمالك واعلامهم.